دلوقتي جه ميعادنا مع الاخبار او الاحداث اللي هتحصل النهارده. النهارده وزاره التعليم هتعمل مؤتمر صحفي للاعلان عن كل التفاصيل الخاصه باستقبال الطلاب في العام الدراسي الجديد، وكمان هيتم اطلاق اكبر حمله نظافه لنهر النيل، واخبار تانيه كتير واحداث تانيه كتير هنعرفها في سياق التقرير اللي جاي. بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة، فوزارة التعليم هتعمل مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل وإجراءات الاستعداد للعام الدراسي الجديد وتطبيق اليوم الرياضي وامتحانات الثانوية العامة وكل التفاصيل الخاصة باستقبال الطلاب في العام الدراسي الجديد. النهاردة هتشهد محافظة الجيزة إطلاق أكبر حملة نظافة لنهر النيل ضمن الاستعدادات لاستضافة قمة المناخ بمدينة شرم الشيخ، وده هيكون تحت رعاية أربع وزارات: البيئة، الموارد المائية والري، الشباب والرياضة، والتنمية المحلية. النهاردة هتقام احتفالية بمناسبة مرور 60 سنة على تأسيس أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية بالكاتدرائية المرقصية بالعباسية بحضور قداسة البابا توادروس الثاني، وخلال الاحتفالية هيتم تكريم أسماء عدد من الشخصيات اللي تركت أثر كبير خلال فترة خدمتها في أسقفية الخدمات.